لسه مشاو طوري فاي مشاو طوموبيل هذه شحال يدخن كانت قبيله حتى غمتنا زيد 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 صافا دوك نشوفوا المشكل مع بعض ان شاء الله ونعالجوه مع بعض. شوف للعلم هذه طوموبيل ودير لها ريفيزيون على كل حال ماشي عندنا الماء فيري فيتو مليح كان ناقص شويه بصح ماشي حاجه دوك راني عاود عمرت لها مشى بها بقات تدخن كيف كيف بصح الماء ما نقص الموتور تاعو يدور ما شاء الله ناحيه الرينيفيون كيف كيف كاينه حاجه يعني كاين دي فوا التشخيص هذا كيفاش تقدر تشخص عاد دي فوا من سياق الكلام تاع الزبون ولا صاحب السياره تقدر تكتشف الخلل ورا يعني كيف بقيت نستجوب فيه قال لي ما عنديش مشاكل هكا متعلقين بالموتور ولا قال لي عندي مشكل كان ليكيد تاع ليكيد دو فران هو اللي كان ينقص له طب تم استنتجت المشكل مره دوك نشوفو ان شاء الله مع بعض دوك راني سيت نجبد بالسورانك ما قدرتش نلحق المهم واش كان واش دارت لك واش دارت لك بالضبط واش دارت لك كي بدا ينقص لك ليكيد شوف كنت هابط بها في هبطه هبطيه كي من هكا ومن بعد لقيت الفرا ما يحكمش صح ما يحكمش الفرا ما يحكمش الفرا هكا وبدات تدخن هبطه هبطيه من ثم بقات تدخن هذا هيك فسر هذا هو المشكل تاعك ليكيد دو فان كان يدخل لداخل السيرفو وهذا تويو معروف هذا يجبد من الكوليكتور ادميسيون وبالتالي راح تجبد لك ليكيد تاع الاخر اللي راه في السيرفو اللي راه محجر الداخل في السيرفو نورمالمون هنا ما يكونش يكون غير الهواء كي يتسرب من البومبا كي تكون البومبا عيانه يتسرب يروح للسيرفو وبالتالي تجبدو منا ودير لك هذاك الدخنه صافي المشكل في الارض المشكل دوكا في البومبا من السيلندر تما هذا الفيديو انا هذا الفيديو انا درته على اساس باش الناس التشخيص يعني كيفاش يكون دي فوا يكون فيزيوالمون دي فوا يكون باستجواب دي فوا يكون بسكانر دي فوا كل خطره وكيفاش ربي يوفق الجميع السلام عليكم هو نعم تفضل هو ميكانيسيا واحد خلاف شوف يعني كي قلت على الدياغنوستيك سي تري امبورتون علاه ميكانيسيا واحد خلاف قال لي لي سيغمون كان راح يفتح لي الموتور وهو انا ما اقتنعتش على هذيك ما خليتش عام جبتها عندك انت كي قلت لي سيربو عرفت باللي صح دياغنوستيك صحيح ربي يوفق ان شاء الله امين امين مازال فيها كميه كبيره هذا هو المشكل السلام عليكم